عدنا بعد الفاصل وموضوع مهم جدا بنتكلم فيه في خصوص حالة حقوق الإنسان في مصر وخاصة المشاركة السياسية. مصر اللي تمتلك تاريخ واسع وتاريخ كبير من الحركة السياسية المصرية، نمتلك أحزاب تمتلك رصيد قوي داخل الشارع المصري وتمتلك دور مهم في عملية صنع القرار في الجمهورية الجديدة. كيفية العمل على الاستفادة من الأحزاب المصرية في تعزيز حالة حقوق الإنسان؟ أعتقد معانا النهارده قيم من قيمة من القيم الكبيرة في الدولة المصرية. معانا سيادة النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تاريخ طويل من النضال الوطني، وبنفتخر يا فندم ان احنا موجودين مع سيادتك النهارده. ربنا يخليك، متشكرين جدا. واحد من اهم الاحزاب المصرية الفاعلة خاصة في الحقل الشبابي خلال الفترة الأخيرة، لدينا الآن قيمة مهمة جدا وهو حزب الإصلاح والنهضة ورئيسه المهندس هشام عبد العزيز. ازيك يا فندم؟ شرفنا ومنورنا. سيادة النائب، ابدا مع حضرتك، شايف حقوق الانسان ازاي في الجمهورية الجديدة؟ لا، هو يعني بروح الحوار اللي داير حوالين الحبس الاحتياطي، تمام، ودعوة الرئيس للحوار الوطني، عظيم، وخطاب الرئيس اللي وجهه الرئيس الحكومة حوالين سرعة تنفيذ توصيات الحقوق الوطني بكل تأكيد. قال في كلام كان لم يكن أحد يجرؤ أن يقوله في الإعلام المصري، الرئيس قاله في خطاب رسمي لما قال له عايزين يعني تنفذ التوصيات دي فورا، وإن يبقى فيه نحط حد أقصى للحبس الاحتياطي، وقال كلام بحيث لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، تمام، كلام يقوله لو يطلع على لسان رئيس الجمهورية ده يؤكد عزمه على أن تكون حرية حقوق الإنسان في مصر يعني منطبق مع الدستور، منطبقة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان طبقا للمعايير العالمية. أكيد، لأن إحنا جرت العادة، وأنا كنت يعني دائما معني بأن إحنا بقى فيه حد أقصى للحبس الاحتياطي، قلت أيام ما كنا بنناقش القانون حتى لا تحول من إجراء وقائي إلى عقوبة. قلت الكلام ده لما كنا بنناقش القانون في 2006 في مجلس الشورى، وقلت لما كنا بنناقش أيام الإخوان في 2012. وكان البعض بيستهجن من قيادات المجلسين، كان قيادة حزب وطني ولا قيادة إخوانية، ان نقول هذا الكلام. كتفنا يا عم، ما تسيبنا ماشيين بقى، ومشوا باللي عايزينه ننفذ عليهم، تمام. انا عشت لحد ما اشوف رئيس الدولة نفسه بيقول احنا كنا بنقوله حتى لا يتحول هذا الاجراء الاحترازي. ما هي دي النقطة المهمة يا فندم، يعني كل لو الناس تقتنع ان فكرة تبادل المقاعد بتحصل ما بين عاشيات وضحاها، الموضوع هيختلف كتير. زي ما حضرتك قلت ان من طبق عليهم رفضهم لقانون الاجراءات الجنائيه والتعديلات التي تمت فيه خاصه مواد الحبس الاحتياطي كان نواب الحزب الوطني في عام 2011، ثم تكرر بعد ذلك مع نواب الاخوان. ده صحيح. لا انا بقوله بقى ان انت بتقول لي ايه يعني شايفه في مساله الحريات وحقوق الانسان، ما ده على لسان رئيس الدوله. اكيد قال الكلام اللي احنا كنا بنقوله واحنا معارضين وكانوا بيستهجنوه، هو قاله في خطاب موجه لرئيس الحكومه، قال له حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبه، وقال له لابد يبقى فيه بقى تقرير حبس تعويض مالي للمحبوس الاحتياطي بشكل خاطئ، ده نص دستوري. اكيد. وقال له استخدم متوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي. دي كلها توجيهات رئاسيه. طبعا هذه التوجيهات الرئاسيه بتقول لك قد ايه مصر مقبله على عصر تزدهر فيه حقوق الانسان، تزدهر فيه الحريات العامه بصفه عامه، الحريات بصفه عامه، وان مصر مقبله على انها يجي في يوم ما تلاقيش مصر فيها محبوس احتياطي بيتهم تتعلق بحريه النشر والراي والتعبير. لان الاتجاه اللي ماشي حاليا من اخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بيقول ان ده اتجاه الدوله. ده كمان مش بس المحبوسين احتياطيا، اجراءات العفو الرئاسي اللي بتتم عن اعداد كبيره من المحكوم عليهم خلال الفترات الاخيره، ودي كمان مش بس شهاده مصريه، شهاده الاداره الامريكيه خلال بيان الوزير الخارجيه بلينكن خلال الايام الاخيره بيتكلم عن ده بشكل واضح. ده صحيح. فانا شايف انا متفائل بمدار منذ دعوة رئيس الجمهورية للحوار وحتى الآن، لأن أنت مصر كلها بكل تفاصيلها بكل مكوناتها عايشة في حالة حوارية، وبقى الناس كلها قاعدة مع بعضها، أقصى اليمين مع أقصى اليسار، أحزاب مولاة وأحزاب معارضة، والحوار خلاهم تقريبا في نهاية الأمر بيكلموا لغة واحدة، بقى في حاله من التوافق ما بين الاحزاب السياسيه المصريه اللي هي الموضوعيه اللي بتفرضها الخصوصيه المصريه. انت عندك تحديات خارجيه ضخمه جدا، هذه التحديات هي بتفرض بدورك بظوالها على المتحاورين، وفي نفس الوقت انت ما فيش عندك سقف، انت بتتكلم مقسم كل الخطوط الحمراء بس انت منضبط، اكيد انت في النهايه بتتكلم في على ترابيزه
كل المعنيين فيها عايزين مصلحه الوطن. اكيد بتصرف في النهايه يبقى عندك يعني مخرج اللي بنسميه توصيات الحوار الوطني في عليه توافق عام، لان برضو الاليه اللي بتحكم الحوار الوطني مش الاليه بتاعت الاغلبيه ولكن هي اليه التوافق. التوافق هذه الاليه بتخلي الكل يتنازل عشان نصل لتوافق حوالين راي معين. هذا الراي حاليا لو طلع بشكل توصيات الحوار الوطني اللي الرئيس حاول الحبس احتياطي للرئيس احال رئيس الحكومه بالتنفيذ الفوري اللي كان بيتم، يعني احنا قعدنا جلستين في الحوار الوطني، انا شاركت في جلستين والجلسه 9 ساعات، وكان معانا اللجنه الفرعيه اللي كانت بتعيد القانون في مجلس النواب اللي بنبصق على اللجنه التشريعيه. عاملين جهد خارق على مدى 14 شهر جم عرضوه علينا. الجديد بقى اللجنه الفرعيه دي بتمثل احزاب الموالاه، تمثل مشروع قانون مقدم وبتعرض قدام احزاب المعارضه وفي توافق بين الاثنين. تمام. يعني بقى الجديد بقى ايه؟ بناء قاعد اللي احنا بنقوله هم احيانا بيقولوا زيه ويمكن عليه منا.